افتتح محافظ أسيوط عصام سعد معرض أهلا رمضان لبيع السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة بمقر الغرفة التجارية بمدينة أسيوط، ويضم المعرض العديد من السلع الغذائية الأساسية والسلع الاستهلاكية بأسعار مخفضة عن مثيلتها في المحال التجارية والمجمعات الاستهلاكية. وأوضحت الغرفة التجارية أن المحافظة تقدم كافة التسهيلات من حيث توفير الأراضي والتجهيزات اللازمة للمعارض لتشجيع كبار التجار على إقامة المعارض. كما أشارت الغرفة التجارية بأسيوط إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد إقامة المزيد من معارض أهلا رمضان. شرحت الغرفة التجارية في افتتاح معرض أهلا رمضان بمدينة أسيوط، وإن شاء الله في تواصل لافتتاح 7 مراكز أخرى في دوائر المحافظة. والنهاردة زي ما انت حضرتك شايفة الأسعار لا مثيل لها في أي مكان على مستوى محافظة أسيوط، ومشاركة عدد من الشركات الوطنية وجهاز الخدمة العامة للقوات المسلحة بأسعار بسم الله ما شاء الله مش موجودة في أي مكان. ويمكن حضرتك شايفة التزاحم الرهيب اللي خارج المعرض، فالسلع بناخدها من المصدر مباشرة، وبنلغي تجار الجملة وتجار التجزئة وتجار القطاعي، فبالتالي بخفض عدد الوسطاء، وبالتالي السلع بيقل هامش الربح اللي بيحصل عليه كل منهم. نتيجة لذلك أنا عرض السلع بأسعار الشركة مباشرة، والسلع معروضة قدامنا وبأسعار أقل من مثيلاتها بنسبة تتراوح من 20 إلى 25%. حرصنا إن شاء الله في هذا المعرض على الاستمرارية. المعرض ده بخصوص بشأن قدوم شهر رمضان المبارك، كل سنة وحضرتك والسادة المشاهدين وشعب مصر بألف خير، بصدد أنه المعرض ده يستمر فترة ويستمر حتى أيام العيد بإذن الله. كلها أسعار كويسة وكلها أسعار في متناول الشعب المصري، وأنا شايف حتى أسعار الزيوت أو السلع الغذائية أو التموينية كلها أسعار بصراحة كويسة خالص. بيقدم أسعار مميزة، الأسعار منخفضة كويس يعني في متناول الجميع، وبنشكر القيادة السياسية على توفير مثل هذا المعارض. معرض أهلا رمضان شامل حاجات كثيرة وكل حاجة رخيصة.